يا مساء الخير، كل التحية لكل أهلوية اللي بيبدأ معنا حلقة النهاردة من السادسة. أهلا وسهلا بكم. دوري الأبطال، قصص وحكايات ما بين دوري أبطال أوروبا اللي تابعنا منه جولة نارية امبارح الحقيقة ما بين السيتي ولايبزيج، وعايز أقول لكم كمان حتى مباراة بورتو وإنتر ميلان كان فيها كورة على أعلى مستوى الحقيقة. النهاردة عندنا مباراتين برضو في منتهى الأهمية. طبعا المباراة الجماهيرية الأولى هتجمع ما بين الليفر والريال في سانتياغو برنابيو، والسؤال هل يتمكن ليفربول من الريمونتادا؟ على كل الأحوال خليني أقول لكم كمان أنه نابولي النهاردة هيقدم مباراة كبيرة جدا، واحد من أفضل المواسم اللي بيظهر فيها شكل جديد لنابولي، فكرنا بنابولي مارادونا. وبالتأكيد دوري أبطال أفريقيا حاضر، وإن كان شتان طبعا الفوارق شاسعة. الواحد لما بيشوف بالتزامن كده ماتشات دوري أبطال أفريقيا ويبص على ماتشات دوري ابطال اوروبا، في تاخير 30 40 سنه في كل حاجه، الصوره وفي الملاعب وفي الاضاءه وفي التحكيم وفي كل تفاصيل الحقيقه، لكن مكتوب علينا. على كل الاحوال النهارده الاهلي بيودع جنوب افريقيا، وبدات رحلته بالفعل فعليا، يعني طياره الاهلي دلوقتي في طريقها من بريتوريا ليواندي عشان تروح بعد كده الجروه اللي هتستقبل مباراه الاهلي والقطن الكاميروني، واللي هتكون حاضره في حلقه النهارده. فاصل ونرجع لحضراتكم. نبدا مع حضراتكم اخبارنا باخبار النادي الاهلي. النهارده اختتم كان يوم الاخير طبعا للتدريبات في جنوب افريقيا استعدادا لمواجهه القطن باذن الله كمان 48 ساعه في الكاميرون وتحديدا في جروه. وبعد التمرين الصباحيه كانت محاضره طبعا بدايه من مستر كولر، ثم تمرين في جزء بدني وجزء تكتيكي، والحمد لله يعني في تمرينه النهارده تقدر تقول ان احنا اطمنا على معظم اللاعبين بما فيهم اللي غابوا يعني عن المشاركه في الفتره الاخيره زي حسين الشحات. عبد المنعم كمان كان يمكن اشتكى من بعض الالام في العضله الضامه، النهارده شارك في التدريبات بشكل كامل، فيعني تقدر تطمن على معظم عناصر الفريق، وان شاء الله الكل يكون جاهز لمباراه القطن المهمه والمصيريه والحاسمه. ما كناش نتوقع ده الحقيقه، لكن يعني في النهايه قدامنا أمل كبير جدا بالفوز في المباراتين المتبقيتين، وننتظر نتيجة مباراة السبت اللي هتجمع بين سان داونز والهلال السوداني. خليني أقول لحضراتكم أنه يمكن الحقيقة الكاميرون فيها نفس القصة اللي كانت أو اللي كان بيواجهها فريقنا في جنوب أفريقيا، فكرة نقص الأكسجين، ودي يمكن موجودة في كتير من دول القارة. وأعتقد أنه لعيبة الأهلي الحقيقة اللي بيجوبوا القارة من يعني شمالا وجنوبا شرقا وغربا بقى عندهم فكرة عن طبيعة الجو وطبيعة الملاعب، والجهاز الطبي كمان يمكن حريص على التعامل مع المشكلة دي ببرنامج معين. يعني هما بيشتغلوا على بعض أنواع الأغذية والمحاليل الملحية اللي هدفها في النهاية أنها تساعد الجسم على أنه يعني يمتص الأكسجين بسرعة، وبالتالي ان شاء الله ما تكونش عقبه قدام الفريق، وخصوصا ان المباراه الى حد كبير هتتلعب في توقيت مناسب. يعني مش هنلعب زي ما لعبنا قدام الهلال ولا قدام سان داونز الساعه 3، بتبقى الحراره شديده جدا وده بيصعب شويه من احتفاظ الجسم بالسوائل. هنلعب المره دي الساعه 6، وده اعتقد هيبقى توقيت افضل بكتير جدا من الساعه 3 ظهرا. لو كنت سافرت افريقيا قبل كده تعرف انه يعني حاجه كده حاجه صعبه جدا انك انت تمشي في الشارع، مش تلعب ماتش كوره على مستوى دوري الابطال لمده 90 دقيقه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله نكون في الميعاد جاهزين، وباذن الله ان شاء الله نطمن على فرقتنا على مدار الساعات اللي جايه قبل المواجهه ان شاء الله المحدد ليها يوم الجمعه القادم. طيب هبدا حلقتنا النهارده بحوار خاص وحصري، لقاء خاص للسادسه. قابلنا فيه الحقيقه رامون مينزيس المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، وهو ليه قصه كده الحقيقه. هو تولى المسؤوليه خلفا طبعا للمدير الفني تيتي، وهو كان قبل كده مدير فني للمنتخب الشباب، منتخب تحت 20 سنه في البرازيل، وفاز معاهم ببطوله امريكا الجنوبيه وتاهل لبطوله كاس العالم. والانجاز ده على مستوى البرازيل ما حصلش يمكن من حوالي 11 سنه، فكان ده يمكن واحد من اهم الاسباب اللي خلتهم يعني او خليته هو شخصيا يتولى مسؤوليه المدير الفني لمنتخب البرازيل حتى نهايه الموسم. قد يستمر قد لا يستمر، ويتم طبعا اتفاق مع مدير فني بديل، لكنه حاليا بيتولى مسؤوليه المنتخب البرازيلي وبيحضر طبعا اللقاء الودي اللي هيجمع ما بين البرازيل والمغرب. سالناه عن موضوعات كتير الحقيقه، سالناه عن المحترفين البرازيليين في اوروبا، سالناه عن فينيسيوس جونيور اللي بيعيش الحقيقه واحده من افضل فتراته وواحده من اهم المراحل مع ريال مدريد، وواحد من اهم النجوم الريال في الفتره الحاليه. مواجهه النهارده بين ليفربول
والريال طبعا في سانتياغو برنابيو في دوري الابطال. سالناه عن رايه في محمد صلاح، سالناه عن موضوعات كتيره جدا متعلقه طبعا بالكره العربيه والكره الافريقيه. خلينا نسمع رامون مينزيس المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل واهم تصريحاته للسادسه في اللقاء اللي جاي، وبشكر طبعا المترجم احمد عبد الناصر. خلينا نتابع تصريحات رامون مينزيس ونرجع لحضراتكم. Bom, primeiro que servir à seleção brasileira é motivo de honra, né, para todo profissional, e para mim não é diferente, né? Fiquei muito feliz. Isso é fruto de um trabalho bem feito, né, principalmente se tratando aí de sub-20, né, o sul-americano sub-20, né, que eu, logo quando eu recebi esse convite, eu fiz questão de mandar uma mensagem para todos os atletas que participaram do Sub-20, né, da competição do Sul-Americano, dizendo para todos eles que eu estaria nesse momento representando, né, todos eles e representando todo o nosso trabalho. Então, fiquei muito feliz, né, uma responsabilidade muito grande, mas sendo funcionário da CBF, né, a gente tem que estar sempre aí preparado, e nesse momento eu me encontro preparado aí para ajudar, né, a seleção brasileira. Fez uma ótima Copa do Mundo, né, chegando à semifinal de uma Copa do Mundo, e hoje saiu a sua convocação, né, ele convocou praticamente aí todos os jogadores que foram à Copa, né, manteve a base, então uma base muito forte, né, um jogo lá em Marrocos, né, com o apoio do seu torcedor. E como eu falei, a dificuldade nós vamos encontrar, né, mas a seleção brasileira tem que estar preparada para isso e vai estar preparada para fazer um ótimo jogo. Bom, primeiro que a gente torceu muito, né? Eu, como funcionário da CBF, eu vi todo o esforço, todo o trabalho desde que eu cheguei aqui em março, né, da comissão técnica, né, sempre observando o trabalho que eles fizeram, e assim, e o Brasil chegou muito forte na Copa do Mundo, né? Agora, eu não estava lá, né, vendo assim de fora, né? Eu acho que futebol, tudo pode acontecer, né? Você tem que estar sempre preparado, né? Jogou contra uma grande seleção que foi a Croácia, né? Então, infelizmente saiu ali nos pênaltis. Mas tinha condição, sem dúvida nenhuma, de ser campeão também. Bom, agora se trata de um novo ciclo, né? Fazer toda essa preparação até a Copa do Mundo, né? O Brasil, ele sempre é uma seleção que todo mundo aposta muito, não dá para fugir, isso é uma camisa muito pesada, né? O Brasil foi campeão mundial aí 5 vezes já. Então, e tem grandes jogadores, né? A preparação, né? A preparação, chegar muito forte, né, para a disputa da próxima Copa do Mundo. Tem uma boa vantagem, mas futebol tudo pode acontecer, né? O Real Madrid é uma equipe muito forte e vem mostrando isso, né? Mas é um grande adversário também pela frente, que é o Liverpool, né? É uma ótima vantagem. Não tivemos assim nenhum contato, tá? Mas assim, a carreira dele dentro do Liverpool é uma história muito, muito legal, né? Muito bacana, né? Agora isso aí depende dele, né? A vontade dele de continuar, né? Mas ele tem uma história muito legal no Liverpool. Não acho que eles ficaram muito, esse trio aí foi, né, praticamente aí eles jogaram alguns anos juntos, né? E isso acontece, isso é normal, natural, né? O Salah vem jogando ainda em alto nível, né? Jogando muito bem. É um ótimo jogador, né? Um jogador que também chama muita atenção, né? Por ser um atacante de muita criatividade, né? Do improviso no último terço do campo, né? É um ótimo jogador. O Antony é um jovem jogador, né, que vem se firmando, né? É um jogador
praticamente isso aí que eu venho falando, né? Do que eu falei do Vinícius, do Salah, né? Um jogador criativo, né? É um jovem jogador que tem um futuro belíssimo pela frente. Bom, o Messi, ele fez uma Copa do Mundo assim fantástica, né? Ele atingiu o seu objetivo. Eu tenho certeza que o que ele imaginou, né, vestindo a camisa da seleção argentina, né, que é ser campeão do mundo e chegar a esse objetivo e jogando o que ele jogou na Copa do Mundo, foi merecido. O Micali, ele foi o primeiro treinador, né, a conseguir ser campeão olímpico, né, ser treinador da seleção brasileira. É um excelente treinador, né, sim. Ele conseguiu chegar a um êxito, né, que faltava para o Brasil, né, depois de muito tempo, né. É um ótimo treinador e desejo aí todo sucesso. E أخبار المحترفين المصريين في الخارج فقرة جي بي اس فقرة يوم الأربعاء اللي نتعرف عليها على مشاركة ومستويات لاعبتنا مع فرقهم في الدوريات المختلفة. تعالوا نبتدي جولتنا، والبداية طبعا مع مو صلاح اللي بينتظر النهاردة لقاء مهم جدا، وطبعا بعد سباعية ايرلينج أو خماسية ايرلينج هالاند في سباعية السيتي تقدم على صلاح وبقى هداف بطولة الشامبيونز ليج في أوروبا برصيد 10 أهداف، وراه على طول بيجي صلاح برصيد 8 أهداف. نتمنى إن صلاح النهاردة يكون ليه دور، ريمونتادا صعبة وتكاد تكون مستحيلة ولكن كل شيء وارد. بنشوف سبعات وثمانيات غريبة السنة دي في البطولات الأوروبية. محمد صلاح شارك في خسارة فريقه، طبعا المفاجأة جدا، فريق كسبان مانشستر يونايتد 7 يخسر من بورنموث بنتيجة 1-0 في الدوري، شيء يعني ليفربول السنة دي ماشي على سطر وبيسيب سطر. مدة مشاركة صلاح كانت 90 دقيقة، كان ليه محاولتين على المرمى وطبعا أهدر ركلة جزاء في المباراة. تمريراته 30 تمريرة بنسبة دقة 77%، ولمس الكرة 42 مرة وخسرها 14 مرة. تقييمه في المباراة دي كان 6.4 درجة، وليفربول حاليا يحتل المركز السادس في البريمير ليج برصيد 42 نقطة. والمباراة اللي جاية طبعا النهاردة أمام الريال في الشامبيونز ليج في سانتياغو برنابيو في مدريد. نسيب ليفربول ونروح لتركيا، والبداية مع كوكا، أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور. أحمد شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي خسر فيها أمام أنجارا جوجو بنتيجة 2-0، مدة المشاركة كانت 68 دقيقة، وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى، 20 تمريرة بنسبة دقة 65%، لمس الكرة 26 مرة وخسر الكرة 8 مرات، وتقييمه في المباراة 6.8 درجة. وفرقة كوكا ألانيا سبور بتحتل حاليا المركز 11 برصيد 28 نقطة، والمباراة اللي جاية لألانيا سبور هتكون أمام فنرباشا بالدوري التركي. فرنسا، مصطفى محمد مهاجم اف سي نونت الفرنسي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بالتعادل أمام فريق نيس. النتيجة انتهت طبعا، المباراة انتهت بنتيجة 2-2. مدة مشاركة مصطفى كانت 25 دقيقة بس، أحرز هدف من الهدفين اللي سجلهم نونت، وكان ليه محاولة وحيدة على المرمى، تمريراته 2 بنسبة دقة 50%، نجح في واحدة وخسر الثانية، لمس الكرة 7 مرات خسرها 3 مرات، والالتحامات الهوائية 2 ما نجحش فيهم، وإفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه كان 7.1 درجة. وفريق مصطفى نون بيحتل حاليا المركز ال 14 برصيد 29 نقطة، والمباراة المقبلة ليهم هتكون أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي. ألمانيا، مرموش طبعا اللي اتكلمنا عن انتقاله لأينتراخت فرانكفورت من فولفسبورغ مع الموسم القادم. الفريق او فريق مرموش فولفسبورغ لعب مباراه في الدوري الالماني، تعادل فيها امام يونيون برلين بنتيجه 1-1، ومرموش شارك لمده 90 دقيقه، وكان ليه 4 محاولات على المرمى، مراوغات 4 نجح في 3 فيهم، واهدر فرصتين مؤكدتين، تمريرات مفتاحيه 3، وصنع فرصه مؤكده مرة وحيدة. تقييمه في المباراة كان 6.6 درجة، وفولفسبورغ بيحتل حاليا المركز الثامن برصيد 35 نقطة في البوندسليغا، والمباراة القادمة ليه هتكون أمام شتوتغارت في الدوري.
من ألمانيا نروح للمملكة السعودية، نروح لحجازي طبعا اللي بيقدم واحد من أقوى مواسم ليه مع اتحاد جدة الحقيقة، شارك حقيقة في مباراة فريقه الأخيرة اللي فازوا فيها على النصر واللي الحقيقة أربكت الحسابات الدوري السعودي السنة دي أو الموسم ده نار نار نار. وما بين الهلال والنصر والاتحاد والشباب يعني متوقع منافسة تستمر حتى النهاية، والفوارق أعتقد بنتكلم ما بين الأول الاتحاد للرابع الهلال تكلم في حدود 4 نقاط، فكل الاحتمالات قائمة. أحمد زي ما قلت لحضرتك مشارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي فاز فيها على النصر السعودي وطبعا بوجود رونالدو 1-0، مدة مشاركته كانت 90 دقيقة، أفسد 4 هجمات للفريق المنافس، التحامات هوائية 4 نجح في 3 فيهم أو 3 منهم، وتمريراته 54 بنسبة دقة 91%، والتمريرات الطولية 7 نجح في 3 منهم، وتقييمه في المباراة كان 6.9 درجة. كل التوفيق طبعا لنجم المنتخب الوطني أحمد حجازي. وعلى نفس المنوال يسير طارق حامد المتألق مع اتحاد جدة، شارك لمدة 90 دقيقة في نفس المباراة، كان ليه 80 تمريرة بنسبة دقة 88%، تمريرات طولية 4 نجح في 3 فيهم، ولمس الكرة 91 مرة وخسرها 13 مرة، ارتكب 4 أخطاء على مدار مشاركته، تقييمه في المباراة كان 6.8 درجة. واتحاد جدة بيحتل طبعا صدارة الترتيب حاليا برصيد 47 نقطة، والمباراة المقبلة للاتحاد في الدوري هتكون أمام الفتح السعودي. طيب نروح الحقيقة لهولندا. كيفن هوفلاند واحد طبعا من نجوم ايندهوفن الهولندي ونجوم ايضا فولسبورغ الالماني، والحقيقة يمكن يعني اثناء فترة وجوده كلاعب وكمدرب احتك بكتير من اللاعبين المصريين، ومنهم بالمناسبة عمر مرموش اللي دربه لما كان مدرب مساعد في فريق فولفسبورغ. كيفن هوفلاند نجم فريق ايندوفن وفولفسبورغ الالماني السابق وضيفنا في السادسه، خلينا بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا. اهلا وسهلا بيك، وبشكرك طبعا على وجودك معايا في السادسه. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لكم. يعني بدايه خلينا اسالك بالمباراه المنتظره، المباراه اللي بينتظرها العالم كله النهارده، ليفربول في مواجهة ريال مدريد في الشامبيونز ليج الأوروبي، إزاي بتشوف المباراة وإزاي بتشوف فرص، هل شايف أساساً أن في فرص لليفربول في ريمونتادا تاريخية بعد خسارته في الأنفيلد بنتيجة 5-2 أمام الريال؟ نعم، تظل لديك الفرصة دائماً، دائماً تأمل في نتيجة إيجابية، وخصوصاً إذا كان ليفربول وخسر في مباراة الذهاب على أرضه. ولكن الآن لديك 90 دقيقة لتحرز الأهداف وتحرز 3 أهداف لتفوز بالمباراة. ليفربول لديه العقلية أن يقوم بعمل مباراة جيدة ضد ريال مدريد، ولكن إذا أحرز ريال مدريد هدف ستكون المباراة انتهت بالنسبة لليفربول. نعم، على مستوى حيازة الكرة أعتقد أن ليفربول لديه فرصة، ولكن وأؤمن أيضا أن هذه الفرصة قائمة لليفربول، خصوصا بمجموعة اللاعبين التي لديه حاليا، وخصوصا اللاعب المصري محمد صلاح، ونأمل أن يكون في أعلى مستوى له في هذه الأمسية. خليني أسألك بالمناسبة، بما أنه يعني بدأنا بالكلام عن ليفربول، عن الموسم الحالي لكودي جاكبو نجم الكرة الهولندية اللي ظهر وتألق بشكل كبير مع المنتخب الهولندي في كأس العالم واللي انتقل لليفربول، ازاي بتشوف مردوده وازاي بتشوف تجربته مستواه مع ليفربول حتى الوقت الحالي، وتوقعاتك للمثلث الجديد في ليفربول صلاح نونيز وكودي جاكبو؟ نعم، بالنسبة لكودي أنا عملت معه من قبل في ايندوفن، هو لاعب جيد، أدى أداء جيدا مع ايندوفن، ولكن مع ليفربول الأمر مختلف، العقلية تختلف والبيئة أيضا تختلف وتختلف كثيرا عن هولندا. أعتقد أن بعد شهر نوفمبر في كأس العالم كان عليها أن يذهب إلى ليفربول، كانت فرصة لا ترفض. هو بدأ جيدا، ولكن كان لديه بعض اللحظات التي يحتاج فيها للتأقلم، وظهر ذلك في مستواه مع ليفربول. هو يظل لاعب شاب
واعتقد ان العامل البدني ايضا مهم واساسي في تجربته ليظهر كفاءته ويظهر جودته ان يكون مرافقا لمحمد صلاح وداروين نونيز. بالفعل اعتقد ان لديه هذه الفرصه لان هؤلاء الثلاثه لاعبون اذا اندمجوا معا سيؤدوا اداء رائعا لليفربول. من واقع متابعتك ويمكن طبعا امبارح كان في جولتين مهمين جدا، مانشستر سيتي اللي اكتسح لايبزيج بنتيجه 7-0 مع تالق غير عادي الحقيقه، ميجا هاتريك للنجم النرويجي ايرلينج هالاند، وايضا الحقيقه طبعا تشيلسي في مواجهه بورتو، مباراه الحقيقه يمكن كانت حتى الثواني الاخيره منها كل فريق قريب جدا من التاهل. توقعاتك للفرق اللي هتنافس ومين الاقرب من وجهه نظر كيفن هوفلاند لتحقيق بطوله الشامبيونز ليج في الموسم الحالي؟ نعم، هذا ما رأيناه جميعا بالأمس. أنا توقعت أن يفوز مانشستر سيتي ولكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة، 7-0 كان الأمر صعبا، كان قرارا كبيرا من الحكم أن يعطي ضربة ركلة الجزاء بسهولة للفريق الإنجليزي، وكانت النتيجة فقط 2-0 حتى نهاية الشوط الأول، ولكن هالاند فاجأنا جميعا، أحرز الثالث والرابع، كانت مباراة رائعة. وكما رأينا في مباراة تشيلسي أيضا كانت المباراة قريبة لأي من الفريقين، رأينا أن المباراة ظلت حتى النهاية على المحك، وكان كل فريق قريب أن يفوز في مباراة العودة، فبالتالي أن يفوز أي فريق بطولة دوري أبطال أوروبا يمكن أن يحدث ذلك، فكل مباراة لها ظروفها الخاصة، يمكن أن يحدث كما الحال الآن، يمكن أن يفوز فريق بهدفين لهدف أو 3-0، فأعتقد أن كل شيء وارد. خليني أسألك على مين هو، يعني بما أن احنا بنتكلم عن هالاند وفي أسماء طبعا كتير يمكن بارزة في الفترة الأخيرة، واحنا تعودنا من الكرة الهولندية على طول على أنه دايما يبقى في اسم مطروح من ضمن أفضل اللاعبين في العالم، هل بتشوف لاعب في هولندا في الوقت الحالي ينفع يترشح لجائزة الأفضل على مستوى العالم؟ نعم، آمل ذلك. كما ذكرت يوجد لدينا جاكبو، سيظهر في الموسم القادم موهبته وكفاءته إذا كان قادرا على المنافسة. وكما ترى الآن مع هالاند فاللاعب في سن صغيرة ويستطيع أن يفعل أشياء كبيرة، وكان يستطيع أن يذهب إلى إسبانيا، ولكن ما رأينا الآن رأينا أداء كبيرا، وأيضا مانشستر يونايتد لديه لاعبين شباب، ولذلك آمل أن أرى في المستقبل المزيد من اللاعبين الهولنديين على منصة المنافسة على أفضل لاعب في العالم. لدينا ماتايز ليج، لدينا لاعب صاعد وواعد يستطيع أن يصنع المفاجأة في أكبر الأندية في أوروبا، فآمل أن أرى هؤلاء اللاعبين في هذه المنافسة. والسؤال هنا عن الكرة الهولندية عموما، الحقيقة واحدة من المدارس الكروية الممتعة جدا على مدار أجيال مختلفة، ما حدش يقدر يقول إنه دايما الكرة الهولندية كرة ممتعة، والمنتخب الهولندي دايما بيخش دايما في أي بطولة كمرشح، وعلى مختلف الأجيال كان بتضم الكرة الهولندية عدد كبير جدا من النجوم في كل الخطوط وعلى كل المستويات، بداية من اللي أنا تابعته طبعا جيل رود خاليت، فرانك رايكرد، فان باستن، دينيس بيركامب، مارك أوفر مارس، باتريك كلايفرت وغيرهم من النجوم الحقيقة، وصولا لويسلي شنايدر وأريال روبن وحاليا طبعا فيرجيل فان دايك وديليخت. والسؤال هنا، لماذا تعجز الكرة الهولندية على مستوى الأندية والمنتخبات عن تحقيق الألقاب والبطولات؟ Now you see
الآن كما ترى الأمر يتعلق كثيرا بالإمكانيات وإمكانيات المادية للأندية. لدينا الآن ميزة كبيرة وهي اللاعبون الموهوبون كما ذكرت، ولدينا أكاديميات جيدة جدا على مستوى اللاعبين الشباب منذ سن 15 عاما و 16 عاما. لدينا مواسم رائعة لأياكس أمستردام من قبل، ولكن في آخر 3 أعوام لم نرى إلا أياكس، لأن أياكس كان يعرف جيدا ما لديه ويثق في إمكانيات لاعبيه. ولكن لديك الآن أندية كبيرة في العالم كليفربول وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، إمكانياتهم كبيرة جدا بالمقارنة بالأندية الهولندية، فأعتقد أنهم يستقطبون هذه المواهب. أتمنى أن نفعل مثلهم، وتكون الخطوة القادمة أن يكون لدينا فرق أيندهوفن وفايندرد وأياكس أمستردام أن تعود لكبرى مستوياتها كما في السابق. على مدار مشوارك كلاعب وكمدرب، وأنت كنت طبعا واحد من نجوم فريق أيندهوفن الهولندي، ثم انتقلت للعب في البوندسليغا ولعبت فولفسبورغ وقمت بالتدريب في فريق فولفسبورغ على ما اعتقد، يمكن احتكيت على مدار المشوار الطويل ده بعدد من اللاعبين المصريين، منهم اللي قابلته في الملعب ولعبت ضده، ومنهم اللي قمت بتدريبه حتى ولو لوقت بسيط. خليني اسالك عن اهم اللاعبين المصريين اللي لفتوا نظرك، وايه هي انطباعاتك اللي كونتها عن اللاعبين المصريين، سواء اللي احتكيت بيهم او اللي شفتهم وتابعتهم مع فرقهم في اوروبا. نعم، حينما كنت لاعبا كان أتذكر في مصر في كأس العالم كان لديكم مهاجما كبيرا جيدا، كان يلعب في ألمانيا وفي يوم ما لا أتذكر اسمه، وحينما ذهبت إلى ألمانيا قابلته، وكان لديكم أيضا لعب خط ظهر جيدا. وحينما كنت مدربا مساعدا أنا قابلت عمر مرموش لمدة أسابيع قبل أن ينتقل إلى شتوتغارت. كان لاعبا شابا وكان عليه خوض هذه المغامرة، لاعب سريع بالكرة، لاعب فنياته عالية جدا، وقد رحل بالفعل لشتوتغارت. وبعدما عاد كنت قد غادرت فولفسبورغ. أنا توقعت له المستقبل جيد وأن يبدأ في التشكيلة الأساسية للفريق، فأتوقع له المزيد في الكرة الألمانية بشكل شخصي، وأتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة. أعتقد في فترة وجودك في أيندهوفن لعبت ضد نجم النادي الاهلي حسام غالي في الوقت اللي كان بيلعب هو وبيرتدي فيه الوان فريق فاينرد، كانت يعني انطباعاتك عن حسام غالي عن الفتره اللي قضاها والاثر اللي سابه في يعني في عند مشجعين طبعا فاينرد او عند المسؤولين عن الكره الهولنديه في التوقيت ده؟ كما قلت أنا قابلت الكثير من اللاعبين، وهو قد كان يلعب في فاينرد، كانت لحظات صعبة، كان فاينرد لديه مشاكل مالية، ولكنه أظهر موهبة كبيرة على مستوى خط الوسط، وكان لديه موهبة كبيرة في المرور من أي لاعب، وكان لديه موهبة كبيرة في الكرات الثابتة. فأعتقد كان خط منتصف قوي، وكنت أرى مباريات فاينرد وأشاهدها، كان لاعبا جيدا جدا، كان يجب علي كمدافع أن أحذر منه جيدا، لأنه كان لاعبا جيدا ولاعبا مهاريا جدا.
ولسوء الحظ حينما أتيت لفاينرد روتردام في 2007 قد غادر هو بالفعل لتوتنهام. صحيح. خليه يعني عموما بقى يعني مع نجاح تجربة حسام غالي في فاينرد، أعتقد برضو في بداياته أحمد حسام ميدو كان بيلعب لأياكس أمستردام وقدم مردود قوي جدا. أضيف على ده نجاح لاعبين مصريين في دوريات مختلفة زي زيدان في ألمانيا، أحمد حسن في بلجيكا، محمد صلاح والنني في إنجلترا. وأنا عارف طبعا أنه مدرسة اختيار المواهب الصاعدة في هولندا واحدة من أفضل المدارس على مستوى العالم. ليه الأندية الهولندية ما لفتش نظرها اللاعبين المصريين، أو ما كانش فيه خليني أقول رواج للاعب المصري في السوق الهولندي؟ كما قلت من قبل، الأمر يعتمد على النواحي المادية، فهولندا لديها قواعد خاصة برواتب اللاعبين، فإذا أحضرت لاعبا صغيرا من مصر يجب عليه أن تدفع له راتبا مبدئيا، ويكون هذا الراتب كبيرا جدا، وليس كل اللاعبين الذين تستخدمهم من الخارج يكونون في المستوى المناسب لهذا الدوري. فلدينا الكثير من المواهب الذين نستطيع أن نستثمر فيهم في هولندا، فكما قلت في البوندسليغا يوجد الكثير من الأموال وأيضا لديهم الكثير من المواهب. آمل أن نجد في السنوات القادمة مواهب جيدة من مصر لنستخدمهم لهولندا، وأن يكون هناك فرصة للتطور لهم في أوروبا. كيفن هوفلاند نجم أيندهوفن وفولفسبورغ الألمانية السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى ظهورك معنا في السادسة، كل الشكر وكل التوفيق ليك في مشوارك. ده كان لقاءنا مع كيفن هوفلاند طبعا اللي اتكلمنا فيه على يعني تجربته كلاعب، اللي يمكن في الوقت ده كان بيلعب معاه حسام غالي لكن في فريق فاينر. طبعا كان واحد من الناس اللي دربه عمر مرموش في بداياته، وده كان رايه وانطباعاته عن الكره المصريه واللاعبين المصريين، ورايه طبعا في ماتشات النهارده في بطوله دوري الابطال. كلامنا مستمر، وخصوصا طبعا عندنا مواجهتين مهمين، واحد من افضل الفرق اللي بيقدم عروض قويه جدا النهارده هيظهر في البطولة فريق نابولي الإيطالي، مش الريال لو كنت فاكرني بتكلم على الريال، لا بتكلم على نابولي. وأنصح كل الحقيقة اللي بيحب الكرة الممتعة إنه يتفرج على نابولي، لأنها بتقدم كرة السنة دي ولا أروع ولا أمتع. وده ما يمنعش طبعا إنه المباراة الجماهيرية النهاردة ليفربول وريال مدريد هتكون حاضرة معنا في السادسة، بس كل ده بعد الفاصل. طيب عندنا كلام كتير جدا طبعا على يعني ماتش امبارح، السبعيه التاريخيه، عن التكشير عن الانياب، عن البطل المحتمل القادم بقوه السيتي، وعندنا كلام طبعا على ماتشات النهارده، ليفر في مواجهه ريال، نابولي في مواجهه شتوتغارت. ولكن خليني ابدا بالملف الاهم، ملف النادي الاهلي والقطن ومشوارنا في دوري الابطال. وبدايه طبعا قبل ما ادخل في التفاصيل خليني ارحب ببلال محسن ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا بلال. مساء الخير طبعا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله نتكلم في كل حاجه محليا وافريقيا ان شاء الله، مشوار النادي الاهلي وطبعا الكره العالميه بقى ان شاء الله. قبل ما ادخل في الاهلي والقطن، انا جاي لك في الكره العالميه، انا مش هسيبك النهارده، بس يعني خليني ابدا بالاهلي والقطن الاول. بنسبه كام في الميه او تقديرك ايه لفرص الاهلي في الوصول للادوار الاقصائيه والتاهل عن المجموعه بي في دوري ابطال افريقيا؟ يعني بص احنا عايزين نتكلم بالحسابات، يعني احنا كوره للاسف ما بقاش في ايدينا نتكلم كوره، احنا بقينا نتكلم في الحسابات، رجعنا تاني نمسك الاله الحاسبه ونعد البناط ونستنى نتيجه المباريات والكلام ده كله. وضع صعب، وضع صعب، ما فيش شك ان احنا أزمنا الموقف يعني ما بقاش احسن حاجه، ولكن رغم كل دوت احنا لسه لازال عندنا فرصه. احنا الفرصه تبقى في ايدينا امتى؟ تبقى في ايدينا يوم الجمعه الساعه 8 في حاله ان شاء الله باذن الله ترجع لنا الفرصه مره ثانيه لايدينا، في حاله ان احنا نفوز على القطن في الكاميرون وتعثر الهلال، او يعني عدم فوزه، احنا مش عايزين الصن داونز مش شرط يكسب، ولكن في حاله تعادل
صن داونز امام الهلال. نحتاج ان شاء الله في مباراه القاهره امام الهلال السوداني للفوز بهدفين، والمباراه دي وقتها هتشبه، انا شبهتها ان هي تبقى زي مباراه الاتحاد الليبي وهدف شهاب بقى لو نفتكر، كنا محتاجين وقتها بالظبط، احنا كنا محتاجين وقتها نفوز بهدفين على الاتحاد الليبي او نرجع بهدفين عشان تتساوى الامور مره ثانيه، فوقتها ان شاء الله باذن الله هترجع لنا الفرصه تاني، بس ننتظر ونعمل اللي علينا. انا عايز يوم الجمعه نعمل اللي علينا، يعني قبل ما ننتظر هدايا الاخرين او ايه اللي علينا من وجهه نظرك نعمله في مباراه القطن الكاميروني، وايه اللي يختلف عن بقيه ماتشات الاهلي في دوري الابطال؟ كيرف الاهلي يمكن في دوري الابطال اختلف تماما عن المستوى اللي ظهر بيه سواء في بدايه الموسم او حتى في بطوله كاس العالم، حتى مع خساره من فلامينجو والريال، الكيرف الاداء شكل الفريق الحاله العامه للفريق اختلفت. ايه اللي متوقع او ايه اللي تنتظر انه يختلف في مباراه الجمعه اللي جايه عن المباريات اللي قبل كده في دوري الابطال؟ يعني هو مشوار النادي الاهلي الموسم ده غريب جدا، يعني يمكن النادي الاهلي بيمشي على سطر ويسيب سطر. احنا بدانا الموسم كويس جدا، حققنا 6 فوز من 6 مباريات العلامه الكامله، دخلنا كاس العالم للانديه، قدرنا نفوز على اوكلاند وعلى سياتل، وعملنا مباراه بصرف النظر عن النتيجه مباراه كبيره جدا وعرض مشرف امام ريال مدريد، لحد اخر دقيقه كنا هنتعادل مع بطل اوروبا وبطل العالم. بعدها مباراه فلامينجو كنا متقدمين وكانت الموضوع في ايدينا، اهدرنا ركله جزاء وكنا هنفوز على بطل كوبا ليبرتادوريس. يعني النادي الاهلي كان ماشي بمعدل اداء كويس جدا، اقصى النادي الاهلي في الادوار الاولى الاتحاد المنستيري اللي كان بينافس على الدوري التونسي في الموسم الماضي بمنتهى السهوله، فوزنا ذهابا وايابا، يعني كل المؤشرات كانت تقول وفي الوقت ده كانت كل الناس، يعني كل الاراء ما فيش حد بيختلف سواء على مستر كولر والجهاز الفني بالزبط، على فرقه النادي الاهلي، على صفقات النادي الاهلي، كانت كل الناس بتشيد، وحتى برونو سارفيو كانت الناس بتتغنى بيه وبتقول بعد هدفه امام الزمالك في السوبر يعني. وبدانا احنا كمان بدانا الموسم بدايه نموذجيه بالفوز على المنافس المباشر محليا هو نادي الزمالك في مباراه السوبر طبعا. وعملنا عرض كبير جدا، قدرنا في الدوري نفوز على نادي الزمالك بثلاثيه نظيفه، قدرنا نفوز على بيراميدز كمان المنافس المباشر لينا في الترتيب بالمركز الثاني بثلاثيه نظيفه. يعني اقصد اقول لحضرتك المؤشرات كلها كانت بتقول ان هو هيبقى موسم مختلف محليا وافريقيا للنادي الاهلي، ولكن حصل الدروب اللي حصل بعد رجوعنا من كاس العالم على السودان مباشره، والخساره الغير متوقعه بالمره امام الهلال السوداني من خطا طبعا الهدف اللي دخل فينا من ركله حره مباشره. بعدها ما قدرناش نرجع بسرعه، يعني يمكن احنا جات لنا الفرصه في مباراه القاهره امام سان داونز واضعنا ركله جزاء مهمه جدا في مباراه سان داونز، ودخل فينا هدفين يعني بسذاجة دفاعية وأخطاء مش مقبولة في الأدوار دي وأمام المنافسين دول، يعني ممكن الخطأ ده يكون مقبول في أدوار تانية وأمام منافس آخر أمام غير صن داونز طبعا بالحالة الهجومية الشرسة اللي كان عليها الفريق الجنوب أفريقي، فما قدرناش نتدارك هزيمة الهلال ووقعنا في تعادل صعب شوية أمام صن داونز. بعدها تفائلنا خير بمباراة القطن الكاميروني، النادي الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، اكتسح القطن الكاميروني بثلاثة أهداف نظيفة، عمل عرض فني مميز جدا، لعبنا كرة جماعية، شفنا الربط اللي كان بين القندوسي وعلي معلول والدخول لقلب الملعب وتناقل الكرة بثلاثة، تفائلنا كلنا قبل مباراة صن داونز في العودة. هنا قبل ما اروح جنوب أفريقيا أنا كان عندي مشكلة شوية، يعني يمكن مباراة المقاولين العرب المشكله مع سواء رابطه الانديه اللي اصرت، بس عشان انت هتاخدني كده في مشوار طويل، انا عايز اعرف ايه المتوقع انك انت، هل انت تتوقع انه كيرف الاداء، حاله التراجع على المستوى الجماعي والفردي لبعض الاسماء اللي ممكن يكون ليها اسبابها المنطقيه لكن مش وقت مناقشتها دلوقتي، هل تتوقع ان كيرف الاداء ممكن يرجع بدايه من ماتش الكاميرون، خصوصا انه مباراه ما تقبلش الاسم على 2 زي ما بيقول بالظبط؟ يعني انا عشان كده احنا بدانا الكلام وقلنا ان احنا اللي عايزين نقدم بقى وجه مغير في الكاميرون، انا خلاص حسابيا ومنطقيا انا عندي امل، ولو عندي امل 1% انا هلعب عليه. اللي المفروض يتغير في النادي الاهلي، انا مش هقول، انا دايما احنا مشكلتنا في الكره هي دايما في مصر ان احنا بنحب موضوع الجرينتا والروح، كل ده مطلوب في كره القدم، ولكن قبل الجرينتا وقبل الروح العاليه وقبل التدخلات القويه لازم يكون في فكر كوره بيتطبق في الملعب. احنا كنا من شويه بنتكلم وهنتكلم كمان شويه عن دوري ابطال اوروبا، عن منظومات اللعب، احنا واجهنا صن داونز منافس مع احترامي في افريقيا وقادر يعمل منظومه لعب جماعيه بتمتعك انت كمشاهد وانت قاعد بتتفرج على صن داونز، بتقول ان ازاي مدرب صغير في السن زي دوت مع مجموعه لاعبين شباب، يعني احنا كنا اتكلمنا عن ماي لولا مثلا عنده 21 سنه ولكن اداؤه في الملعب امام فريق بحجم الاهلي، خلي بال حضرتك يا استاذ احمد ان اي حد بيلعب النادي الاهلي في التيشيرت النادي الاهلي ويخض اي حد اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي في افريقيا، ولكن لما تلاقي لعيب زي دوت لسه صغير وقادر يعمل الاداء الفردي والجماعي دوت امام نادي كبير بحجم لا ده نجاح،
نجاح لمنظومه صن داونز. فانا قبل ما مطالب اللعيبه ان يبقى عندها روح عاليه وقتاليه عاليه وجرينتا والكلام ده كله، كل ده مطلوب وجميل، ولكن قبل كل ده انا عايزك تلعب كره قدم، عايزك تتحرك من غير كوره، عايزك يبقى في اوفرلاب ما بين الباك رايت والهاف رايت، ما بين الباك ليفت والحاجات اساسيات كره القدم. عايز اللعيب اللي على الدايره يبقى عنده مساحه رؤيه، عايز يبقى في تناقل للكرات، عايز يبقى في لا مركزيه في الاداء. كل الكلام ده منظومه لعب النادي الاهلي لازم تتغير. اللي انت بتقوله ده ظهر مع الاهلي على فكره، يعني ظهر بنفس اللعيبه دي وظهر بنفس بالزبط. الجهاز الفني بالزبط. ده في مناسبات كتير وفي جداً. لقاءات اصعب بكتير من الماتشات اللي خدناها في دوري الابطال. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك ان هو ظهر قدام ريال مدريد، يعني مفيش اصعب من كده. ظهر احنا في وقت من الاوقات امتلكنا الكره على ريال مدريد وبقينا نتناقل الكرات ونتحرك بدون كره واهدرنا فرصه واثنين قدام ريال مدريد. فانت كلاعب نادي اهلي انت ما عندكش حجه، انت بتتمرن في المفترض انك بتتمرن في اعلى المستويات التدريبيه مع مدير فني متمرس وعنده خبره وتولى تدريب انديه في اوروبا وعنده خبرات كبيره. انت كلاعب نادي اهلي الكواليتي بتاعك وحجم التوقعات اللي منتظر منك كلاعب نادي اهلي المفروض يختلف تماما عن اي لاعب اخر. وليه والا ليه انت بتلعب في النادي الاهلي وغيرك مع احترامي بيلعب في انديه او في تنافسيه اقل؟ بالظبط. فانت كلاعب نادي اهلي لازم يكون عندك غيره على الكارير بتاعك انت، لان الكارير بتاعك مهدد انك تفقده في وقت من الاوقات وتنتقل من ليفل اللعب للنادي الاهلي لليفل اقل بكتير، وده وقتها انت اللي هتكون مسؤول عن كده. فالحاله الجماعيه انا شايف ان الرهان دايما، انا ضد دايما الرهان على الاسماء. لذلك حتى لما اتكلمنا عن مباراه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الحلقه اللي فاتت، انا قلت لحضرتك انا براهن على البايرن علشان منظومه البايرن مش عشان اسم. احنا لو جينا اتكلمنا عن بايرن ميونخ اهم نجم كاسم لامع هو ساديو ماني، ما لعبش اللقاء، نزل في الدقائق الاخيره، ولكن شفت على ارض الملعب منظومه لعب بايرن ميونخ عامل ازاي قصاد مين؟ قصاد بطل العالم ووصيف العالم امبابي وميسي بعظمتهم بقيمتهم الفنيه الكبيره جدا، ولكن منظومه اللعب الجماعيه دايما بتتفوق على اي اسم فردي مهما كان هو مين. صحيح. طيب سؤال هنا للقطن، ظروف المجموعه وخساره القطن الاربع مباريات وفكره المباراه دي هتتلعب على ارضه وسط جمهوره، خرج من المسابقه ما عندوش اي حاجه يدافع عنها ولا اي طموح في التاهل، بيستقبل الاهلي باسمه وبجبروته وبتاريخه وبسمعته وشعبيته في افريقيا، هل ده يغير من حسابات القطن في المباراه؟ هل من الممكن ان القطن يظهر في المباراه دي بشكل مختلف عن الاربع مباريات اللي لعبهم على ارضه او خارج ارضه وخسرهم بالكامل؟ انا المسؤول عن الحاله اللي هيظهر عليها القطن الكاميروني يوم الجمعه، انا كنادي اهلي اللي مسؤول عن الحاله اللي هيظهر بيها القطن الكاميروني. احنا احرزنا في مرمى القطن هنا في القاهره هدف في الدقيقه 3، بعدها اختفى القطن تماما وقدرنا نحرز الهدف الثاني والثالث واهدرنا 3 او 4 اهداف محققين. ده سيناريو مباراه الذهاب. فانا يوم الجمعه انا اللي هكون مسؤول عن حاله الفريق اللي قدامي. الفريق اللي قدامي فريق فاقد الطموح في اي شيء خلاص، حسابيا وكرويا وكل حاجه، ما عندوش اي فرصه في اي حاجه. الفرصه الوحيده او التارجت اللي هو داخل بيه اللقاء ان هو لو على حسب ما سمعنا ان هو هيفتح الملعب امام جماهيره، في قاعده بتقول لك ما تخافش غير من اللي ما عندوش حاجه. بالظبط. ما انا هقول لحضرتك بقى التارجت بتاعه ان هو بيلعب بدون ضغوطات، ما عندوش ضغوطات، مش مطلوب منه حاجه، جمهور حاضر ما هيملى الملعب، جاي بيتفرج على اسم النادي الاهلي، وهم عارفين كلاعبين وكافراد جهاز فني وجمهور ان النتيجه اي نتيجه في امام النادي الاهلي هتتكتب في تاريخ هذا النادي الكاميروني. فانا ليه لا العب بدون ضغوطات النادي الاهلي؟ هم مش هيبقوا مستعجلين المكسب. وبالمناسبه هم على ملعبهم مش وحشين، يعني هم على ملعبهم اكتر تنظيما من خارج ملعبهم، قدروا يحرزوا هدف في مرمى صن داونز على ملعبهم وقدروا يحرزوا هدف في مرمى الهلال قدموا على الهلال بالظبط على ملعبهم. فهم مش وحشين على ملعبهم، بالعكس هم عندهم نزعه هجوميه خطيره جدا عن طريق اخطر لاعب في القطن لو احنا لسه هنيجي نتكلم عنه، واللي هو واسو رقم 7. لعيب شبيه شويه اداؤه لمايلولا لاعب صن داونز اللي هو رقم 33، عنده خفه في الحركه وبيتحرك دايما يا اما من العمق يا اما بيجي من الحته اللي بتبقى في ظهر علي معلول، قدر يحرز منها هدف القطن. فالقطن هيلعب بدون ضغط عصبي، هيلعب مباراه للمتعه، ليه لا؟ ممكن لو لا قدر الله احنا حالتنا الفنيه والبدنيه مش كويسه يعمل نتيجه سلبيه واحنا ما نتمناش كده. سؤالي الاخير في الاهلي والقطن عشان اقفل الملف ده واروح للملف اللي بعده، الملف ده يهمنا بشكل من الاشكال، هقول لكم ازاي لما نجيله، لكن سؤال اخير، هل تتوقع انه تشكيله الاهلي تختلف عن مباراه صن داونز؟ وهل تنتظر عوده او ظهور بعض الاسماء اللي غابت عن تشكيله الاهلي في الفتره الاخيره وتراهن عليها انها تحدث الفارق؟ مع مارسيل كولر ما اقدرش اتوقع، انما اتمنى ان يكون في تغيير لثلاث او اربع عناصر من اللعيبه اللي شاركت امام صن داونز. اتمنى ان يكون في ناس تخدم فكره اللعب الجماعي اكتر،
اتمنى ان يكون في ناس عندها كوره، اتمنى ان يكون التشكيل اللي بادئ عنده القدره ان هو يلعب في ملاعب زي ملاعب جروه، لان الملعب احنا شفناه الموضوع هيبقى صعب جدا. في يعني انت عايز تلعب كوره وتلعب اداء جماعي امام فريق يعني شويه عشوائي كفكر وكتنظيم في على ارض الملعب، هم عندهم عشوائيه، ولكن اتمنى ان يكون في على الاقل يعني اشوف مثلا عمرو السوليه بيبدا المباراه، اتمنى اشوف تحركات محمد شريف واللا مركزيه، اتمنى حمدي فتحي يرجع تاني للدور اللي بدا بيه كولر في اول الموسم، ان هو كان بيلعب تاني مع المهاجم، وكان حمدي مميز جدا في مباراه زي دي. حمدي فتحي لو لعب زي ما شارك في مباراه الزمالك ومباراه سموحه وبيراميدز هيخدمنا جدا جدا حمدي في دور زي دوت، مع طبعا البدايه اتمنى طبعا مروان عطيه يشارك من البدايه، اتمنى خالد عبد الفتاح يشارك من البدايه، كل اللعيبه دي جعانه كوره، جعانه كوره وجعانه مكسب، فاعتقد ان هم هيشكلوا اضافه وهيدوا حتى يعني دوافع جديده للفريق ان هو يقدر ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه نفوز ويتعادل الهلال وصن داونز، نقدر بقى تبقى فرصتنا ترجع لنا مره ثانيه في مباراه الهلال، ووقتها هيبقى في كلام ثاني خالص. جماهير الاهلي في انتظار رده الفعل. على كل الاحوال النهارده يعني زمايلي في الفريق السادسه الحقيقه منصف تعرف طبعا يعني عاشق للارقام والاحصائيات، مجهز لنا الحقيقه موضوع لطيف جدا. عمليه رصد لخسائر الانديه اكبر الانديه الاوروبيه في الخمس سنوات الاخيره من عمليات بيع وشراء اللاعبين، والارقام هنا ملفته لانه واضح انه حتى اكبر انديه العالم سياستها في الموضوع ده بدات تتغير، والانديه اللي كان معروف عنها او من مدرستها انها الاكثر انفاقا، وهي طبعا انديه غنيه جدا وفي امكانها انها تصرف كتير جدا، ما بقتش، والاوضاع خليني اقول لك اتغيرت. تعال نشوف مع بعض الارقام كده واستعرض معاك العشرة الكبار في اوروبا ارقامهم بالمليون يورو من ناحيه الخسائر طبعا، والارقام دي طبعا مرتبطه باخر خمس مواسم. هو طبعا من قبل ما حضرتك تتكلم، وطبعا بنحيي منصف على شغله في موضوع الارقام، بصراحه هو مميز جدا في الحاجات ديت، وهو احنا عارفين متاكدين ان تشيلسي طبعا هياتي في الصداره. بالظبط، تشيلسي السيزون دوت وتحديدا الموسم دوت عامل حجم انفاق غريب جدا ورهيب جدا، ومعرض على فكره للعقوبات ان هو يطبق عليه القانون اللعب المالي النظيف في حاله عدم تاهله طبعا او عدم شغله لاحد المراكز. خليني اقول الارقام بسرعه وزي ما انتم شايفينها على الشاشه، ونرجع نتناقش فيها ونشوف ايه اللي اتغير في الدنيا. لانه تشيلسي اذا كان في صداره الانديه اللي بتخسر 740 مليون يورو خسائر في خمس سنين من صفقات بيع وشراء، بيجي وراه على طول مانشستر يونايتد اللي خسر او تكبد خساره قدرها 611 مليون يورو، ارسنال في المركز الثالث 550 مليون يورو، باريس سان جيرمان في المركز الخامس 367 يورو مليون يورو، بعد كده عندي ليفربول 288، يوفنتوس 283، مانشستر سيتي 255، برشلونه 221، بايرن ميونخ 134، وريال مدريد 84 مليون يورو، اقل الانديه اللي تعرضت لخساره نتيجه عمليات بيع وشراء. وده الحد في حد ذاته لما ابص على الخمسه اللي في الاخر هلاقي انه في حاجات كتير قوي اتغيرت عند كبار اوروبا، بايرن ميونخ، برشلونه، ريال مدريد، وحتى اليوفي، لانه اليوفي حتى وان يعني كان بعيد في الفتره الحاليه لكن يظل اليوفي واحد من عمالقه اوروبا بالزبط. طبعا بالزبط. ومعهم ليفربول المتوهج في السنوات الخمسه في ولايه يورجن كلوب تحديدا. الريال اللي كان بينفق المليارات، يعني انا بفتكر فرقه الجالاكتيكوس، انت بتتكلم على اهم 11 في العالم موجودين في فريق ريال مدريد، رونالدو زيدان، فيجو، زيدان، بيكهام، روبرتو كارلوس، يعني بتتكلم على 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 فريق ما بيتكررش، وبالتالي واضح ان في تغير في سياسات الانديه في فكره الانفاق سواء بيع او شراء بالنسبه للاعبين. طبعا يعني ده يهمني ليه، معلش برضه اوضح ده، لان الموسم اللي جاي بالنسبه لنا احنا في عوامل كتيره ومتغيرات كتيره هتكلم معاك فيها هتاثر على، بتكلم علينا كاهلي مش كمصر، بتكلم علينا كاهلي، هتاثر بشكل كبير جدا في عمليه الترانسفير، ازاي تقدر تعمل ميركاتو قوي في حدود امكانياتك الماديه المتاحه، وخصوصا طبعا مع الديفاليشن اللي حصل وارتفاع سعر الدولار، وجود منافسه قويه جدا من الانديه، ما بقتش العربيه بس، كمان الانديه الافريقيه دخلت على التراك. انت بتتكلم النهارده سان داونز ثاني اكبر نادي من حيث القيمه التسويقيه بعد الاهلي، فازاي قرايتك لده او تاثير ده من وجهه نظرك على
على سوء الانتقالات وسياسات الانديه في اللي جاي؟ هو واضح طبعا من استعراضنا للانديه اللي تمت عمليه الشراء والبيع اللاعبين في خلال الخمس سنوات الماضيه، الموضوع كله اتغير كليه يعني شكلا وموضوعا. ريال مدريد في وقت من الاوقات احنا اتكلمنا ان هو كان بيضم كل ما يظهر نجم في على مستوى العالم، هات ريال مدريد على طول، لدرجه ان هم جمع في الاخر فريق الجلاكتيكوس كان بيضم كل نجوم العالم، حتى في الاعلانات كان لما كانوا يروحوا كلهم كانوا بيروحوا كلهم يعملوا اعلانات لان كلهم سوبر ستار طبعا. ريال مدريد في الوقت ده كان محتاج يعني مش هنقول يزود الشعبيه ولكن ينتشر في العالم كله، فوقتها حتى لما تعاقد مع ديفيد بيكهام كان بيكهام ليه شعبيه كبيره جدا مثلا في الصين، فريال مدريد قدر يستثمر حاجه زي كده ويستجلب ديفيد بيكهام اللي كان عنده شعبيه كبيره جدا وطرح القمصان بتاعت بيكهام للبيع، الظاهره طبعا رونالدو، زين الدين زيدان من يوفنتوس، روبرتو كارلوس، ريال مدريد اسس من برشلونه، لويس فيجو طبعا من برشلونه وطبعا الصفقه التاريخيه طبعا. فريال مدريد وقتها اسس قاعده كبيره جدا على مستوى العالم، ده كان تارجت في الوقت دوت. بعدها على فكره متخيل معلش يعني واحنا بنسترجع كده، تخيل في كام لعيب كوره يعني كل واحد منهم يشيل فرقه في فرقه واحده. يا لويس فيجو ده يا جماعه اسطوره، يعني انا لويس فيجو بالنسبه لي في زمنه يمكن افضل من كريستيانو رونالدو كلاعب كوره دلوقتي. زين الدين زيدان اسطوره البرتغال قبل رونالدو، كان في ناس بتشكك، لا بكلمك على كورته كمان يعني رونالدو ليه ستايل وليه كوره ولاعيب عظيم واجتهد وتعب وصبر وكل حاجه اقولها، لكن بكلمك على الموهبه اللي بجد، الموهبه الطبيعيه موهبته اعلى. كريستيانو رونالدو لعيب طبعا اسطوره من ضمن زي ما قلنا ثلاث اساطير، ولكن المهاره الفرديه اللي كان بيتمتع فيها بيها لويس فيجو لا تقارن طبعا. زيدان نفس الحكايه، زين الدين زيدان، رونالدو بالنسبه لي يعني يمكن يكون اهم تسعه جت في تاريخ كره القدم. احنا كنا في صور منتشره وشهيره جدا اللي كانت اي ركله ثابته لريال مدريد على حدود منطقه الجزاء روبرتو كارلوس كان بيبقى ثلاثه او اربعه واقفين اي حد فيهم يشوط هيجيب جول، كانت تبقى عندك تحتار. وده مهم، موضوع مهم نبقى نتكلم فيه. روبرتو كارلوس، زيدان وكارلوس كلهم كان كل واحد فيهم مميز وكان كل واحد فيهم كان مخصص جزء معين من على حدود منطقه الجزاء انهي فيهم افضل يسدد. فريال مدريد في الوقت ده حقق التارجت، عشان ما نبعدش عن الموضوع، حقق التارجت بتاعه ان هو ينتشر على مستوى العالم باستقطاب النجوم دي كلها. بعد كده ريال مدريد بدا يعني لو خدنا من اخر حاجه الاول حاجه اللي هو الموسم اللي احنا فيه، ريال مدريد ما دفعش في حد السنه دي غير تشاوميني تقريبا 94 مليون. غير كده ريال مدريد شغل بقى ايه يعني بلغه الكوره بقى شغل دماغه، ولكنه كان عارض مبلغ خرافي على مبابي. اصل صفقه مبابي دي صفقه ل 10 سنين، يعني ريال مدريد ممكن يعمل امبابي بالمبلغ الخرافي ده، بس في المقابل ريال مدريد مش هيدعم صفوفه بارقام كبيره لمده 7 أو 8 سنوات زي ما عمل مع كريستيانو رونالدو وكاكا في وقت من الاوقات. مزبوط. فريال مدريد بدا يتعاقد، يعني احنا عندنا اندريك لاعب ريال مدريد الشاب اللي بيلعب في البرازيل، ريال مدريد تعاقد معاه وهينضم لريال مدريد بعد لسه قدامه الموسم ده والموسم الجاي كمان لما يتم 18 سنه. ريال مدريد تعاقد معاه بمبلغ كبير جدا ولكن بيستثمر فيه لان ده اللاعب ده هيكون مفاجاه للعالم كله، لاعب بيجمع بين صفات رونالدو الظاهره وبيليه وحاجه يعني، ولسه رغم انه عنده 16 سنه ولكن موهبه كبيره جدا. فينيسيوس طبعا ورودريجو. كل اللاعبين الشباب، فالفيردي، كل اللاعبين اللي قدر يخرجهم، كامافينجا تشاوميني حتى لسه صغير. فريال مدريد مش حد يعرفه قبل ما يروح الريال، غير الفكر تماما ريال مدريد وقدر يطلع بقى على مستوى الارقام، قدر يطلع بينزل بالرقم الكبير جدا زي ما شايفين دلوقتي. تشيلسي بص فرق الرقم 760 مليون ل 84 مليون، ده ولا حاجه يعني خسائر ريال مدريد الرقم دوت ولا حاجه بالنسبه لخسائر الانديه الاخرى. لو بصيت بلغه بقى البطولات، ريال مدريد هو اكتر الانديه دي اللي حققت بطولات، يبقى اذا تغيير سياسه او السياسه التعاقديه للنادي ما اثرش على تارجت النادي في تحقيق البطولات تماما، ولا اثر على مشروع النادي ولا مكانه النادي، بدليل ان ريال مدريد حقق في الخمس سنين اللي فاتوا 3 أو 4 دوري ابطال اوروبا وفاز بالليجا وكاس العالم للانديه. اذا الفريق كوضع فريق كوره لا هو على الطريق الصحيح. ايه اللي اتغير؟ الفكر او فلسفه التعاقدات اللي تخدم النادي على مستوى الارقام. لو رحنا لتشيلسي مثلا، تشيلسي السنه دي هو وصل في دوري ابطال اوروبا وماشي، ولكن مترنح جدا محليا. حتى الانتدابات اللي اتمها تشيلسي وتعاقد معاها ما عملتش الضجه المنتظره اللي كان الناس يعني فوفانا مثلا وانزو فرنانديز ومودريك وجواو فيليكس كلها تحس ان هو الموضوع ماشي بالاسماء مش بالكواليتي. وباريس سان جيرمان نفس الحكايه، نفس الكلام. باريس سان جيرمان بيفشل كل موسم في تحقيق دوري ابطال. كان عنده جالاكتيكوس برضه بالظبط، يعني كان عنده نيمار وميسي وكيليان امبابي وفيراتي وباريدس
وسيرجيو راموس وماركينيوس ودوناروما يعني كان عنده في وقت من الاوقات كان عنده دوناروما ونفاس كمان يعني كان عنده نجوم كبيره جدا جدا وفشل مره تلو الاخرى زي ما بيقولوا بالظبط في الوصول للقب دوري الابطال. فكره السيطره على فريق بيجمع كل النجوم ديت من مدير فني ايا كان هو المدير الفني حتى يعني احنا بوتشيتشينيو في وقت من الاوقات فقد السيطره على باريس سان جيرمان فاحنا لو جينا قارنا حجم الصرف وحجم الانفاق مقارنه بالنتائج هنجد ان الفرق بتتكلم على ايه اوناي امري بعديه توماس توخيل بعدين بوتشيتينو بعد كده خدوا انشيلوتي كده مره في انشيلوتي صح وجالتي حاليا وكلام على زيدان انه زيدان ممكن يكون ولوران بلون اعتقد برضو فتره من فترات شويه قبل دول لا يعني هو الفكره كل دول ما نجح على الرغم ان هم نجحوا بره يعني توماس توخيل بعد ما ساب بي اس جي خد دوري الابطال مع تشيلسي وناي امري اعتقد خد اليوروبا ليج مع اشبيليه مع سيبيا مع اشبيليه بالظبط ولا هو الفكره ان انت كفكر نادي او ده بقى دور المدير الرياضي للنادي ودايما هتجد ان المدير الفني اللي بيلبس بدله كده وجرافاته ويقف على الخط المدير الفني دوت ما بيلبسش كده زي عندنا هنا مثلا في منطقه الشرق الاوسط بيلبس كده زي ما كان في احمد حسام ميدو جت فتره كده وبقى يلبس بدله ويلبس الجهاز بدل والكلام ده كله كل ده طبعا شكل ويونيفورم جميل وكل حاجه ولكن في اوروبا الموضوع مختلف معنى ان مدير فني بيلبس بدله وجرافات عنده مكتب وعنده يعني فكر اداري خارج الكره القدم في نظام مؤسسي بالظبط يعني هو بيخرج يعني من الملعب بيروح المكتب بتاعه بيجتمع بالمساعدين بطاقم المساعدين بتاعه عشان كده عنده مساعدين وعنده بيقعد ويشوف وعنده النادي بيعرض عليه سياسه النادي ايه في التعاقدات ايه المبلغ اللي النادي بيرصده الموسم دوت وهو بيوظف احتياجاته طبقا لسياسه النادي مش العكس يعني مش المدير الفني هو اللي بيطلب والنادي يدفع لا الموضوع اختلف بقى النادي بيقول للمدير الفني ان هو حاطط ميزانيه للصرف مثلا كذا رقم فالمدير الفني بيبدا يشوف الحاجات اللي معروضه عليه ويختار احسن اوبشن بيبقى طبعا في اوبشن A و B و C هو بيختار الانسب ليه هو على حسب الحجم الانفاق اللي النادي رصده فالموضوع افضل مدرسه من وجهه نظرك يا بلال افضل مدرسه في فكره الاستثمار في اللاعبين البيع والشراء والاستفاده الفنيه والماديه هو يعني على مستوى المدارس يعني الكرويه يعني تقول لي مثلا المدرسه الهولنديه المدرسه الالمانيه المدرسه البرتغاليه الايطاليه كمدرب ولا كنادي كمدرسه وبعد كده كنادي لا يعني انا بشوف ان على مستوى الاسماء انا بالنسبه لي كارلو انشيلوتي واحد من المفضلين بالنسبه لي جدا في موضوع اداره الفريق على حسب السكواد اللي موجود يعني كارلو انشيلوتي بيعاب عليه حتى في وقت من الاوقات ان هو ليه ما بتصطدمش مع فلورنتينو بيريز وتطلب طلبات كبيره جدا ليه بتوافق تشتغل بمثلا بباك رايت واحد زي كارفاخال ملوش بديل ليه بتتعب نفسك وتوظف تحاول توظف ناتشو ليه دلوقتي لما مندي بيغيب مثلا بتوظف كامافينجا ليه انت قابل على نفسك كده ولكن هو الراجل انا شايف ان هو نجاحه او سر من اسرار نجاحه انه بيقدر يتكيف مع الوضع الفريق وسكواد الفريق يعني هو راجل ملوش طلبات كبيره جدا كان يتمنى طبعا يكون معاه بس ده استثناء مش قاعده ابني عليها يعني لا ده استثناء يعني انا عشان كده بقول انا بيعجبني كارلو انشيلوتي قوي في الجزئيه ديت بالاضافه طبعا لخبراته الكبيره جدا كارلو انشيلوتي هو المدرب الوحيد اللي فاز بالخمس دوريات الكبرى طبعا معاه دوري ابطال اوروبا والتاريخ الكبير اللي كان عامله كمان مع ميلان قبل ما يجي ريال مدريد ده على مستوى الفكر الايطالي بالتحديد يجي بعدين المدرسه البرتغاليه طبعا جوزيه مورينيو بقى ويجي ممكن كمان جوارديولا بس ده مش فكر استثماري احنا بنتكلم على الفكر الفني استثماري على مستوى الانديه نروح لمثلا مدرسه زي بورتو البرتغالي وبنفيكا الدوري البرتغالي عامه يعني سبورتنج لشبونه بورتو البرتغالي بنفيكا الثلاث انديه دول بيعتبروا من اكبر الانديه المصدره وبيكسبوا كويس جدا وبيصرفوا على الانديه من بيستفيدوا فنيا كويس جدا من المواهب اللي بيجيبوها وبعد كده بيستفيدوا منها ماديا بيبيعوا للانديه البريمير ليج بالتحديد يمكن احنا شفنا في الاحصائيه اللي منصف جابها لنا ان عندنا مانشستر سيتي عندنا ليفربول عندنا مانشستر يونايتد عندنا ارسنال يعني كل تشيلسي خمس انديه من حوالي 8 او 9 انديه من البريمير ليج لانه دايما تشيلسي اليونايتد الارسنال ليفربول السيتي خمسه من 10 انديه من 10 انديه في البريمير ليج بس بخسائرهم كبيره جدا في انتقالات اللاعبين بسبب ان هم بيستقطبوا اللاعبين بالارقام خلي عشان الناس ما تفصل بس ده مش معناه انه الانديه دي بتخسر
ده بس الجزء الخاص حجم الترانسفير، الترانسفير او سوق الانتقالات بالنسبه للنادي ممكن يكونوا بيخسروا من عمليات البيع والشراء، لكن طبعا بيعوضوها في حاجات تانية كتير جدا بتعوض، لانه المنظومه هناك تسمح بده سواء بس تلفزيوني، سواء حضور جماهيري، سواء عقود رعايه. انت بتتكلم في ارقام تانية في الميزانيات اجمالا، الانديه دي معظمها طبعا بيكون كسبان. باستثناء البي اس جي، يعني اشك ان البي اس جي بيكون كسبان، بس ما علينا. هو البي اس جي ليه فكر مختلف طبعا، نظرا لان ملاك بي اس جي اصلا لا هم مش بيشتغلوا على الفلوس. موضوع يعني الفلوس ده مش وعلى فكره بالمناسبه بيقول لي ملك تشيلسي نفس الكلام دلوقتي عادي خالص، يعني هو حتى ما عندوش مشكله بيتفاعل خالص بس اللي يتقبل في فرنسا ما يتقبلش، ما يتقبلش في انجلترا من تشيلسي. الهوليجانز والجمهور هناك الموضوع صعب جدا. طيب نروح لدوري الابطال. انا بس ويمكن هتسمح لي ناجل موضوع لسه عندنا وقت، بما انه الميركاتو لسه، لانه الحقيقه الموسم اللي جاي بيقول ان في مستجدات كتيره جدا هيكون ليها تاثيرها على ميركاتو الاهلي، والناس من النهارده بتتكلم على ميركاتو الاهلي بدايه من طبيعه المنافسه وقوه المنافسه اللي اتغيرت. شفنا مستويات المنافسه في الخليج والانديه الخليجيه عملت طفره في مستوياتها، وتحديدا السعوديه بشكل كبير جدا. شفنا بزوغ قوة او ظهور قوة جديده النهارده في نسخه تشامبيونز ليج دي، بتقول انه افريقيا بتتطور، والمنافسات اللي احنا كنا بنتسيدها من الوارد جدا انه يبقى لينا منافسين فيها على نفس مستوى من القوة. انا عايز اقطع حضرتك هنا بس في حته وحضرتك كمل، ان على مستوى الصرف ان احنا معانا في المجموعه الهلال السوداني اتطور جدا، اتطور جدا على مستوى الصرف والانفاق، واللي عنده مدير طبعًا فني على مستوى ايبنجي بياخد اكتر من راتب حوالي حاجه و60,000 دولار، وده رقم كبير جدا بالنسبه للكره السودانيه، مش بس الهلال والمريخ كمان بالظبط، وكره شمال افريقيا والرجاء والوداد وسان داونز. لا يعني واضح ان الخريطه بيعاد تشكيلها. شباب لوزداد ظهر بشكل كويس جدا، عنده سكواد محترم. لكن في النهايه كمان اضيف على ده، وده اللي يهمني قوي، انه طبيعه المنافسات اللي جايه تختلف تماما عن اللي فاتت. يعني انت بتتكلم النهارده عن بطولات مستحدثه جديده، وارد جدا انك تكون ليك حظ ونصيب في المشاركه فيها، زي السوبر ليج الافريقي وزي البطوله العربيه. حتى لو ما اشتركتش فيها السنه دي ممكن حتى كاس العالم للانديه بعد القادم اللي احنا رايحين، حتى كاس العالم للانديه اللي انت بتتكلم فيه بتتكلم على سكيل تاني خالص غير البطوله المصغره اللي احنا كنا بنشارك فيها بشكل مختلف، ومستوى المنافسه فيها يعني البرونزيه اللي انت كنت بتحققها كده زي صباح الخير او قبل النهائي اللي انت بتوصل له في عدد قليل زي المباريات. زي صباح الخير النهارده بتتكلم انه بقى يعني مشوار طويل، منتهى الصعوبه انك توصل اساسا المربع الذهبي. فشكل المنافسه ده، حتى الاوضاع الاقتصاديه، سعر الصرف، كل ده هيأثر بشكل كبير جدا على الميركاتو، ولابد انك انت تحضر له وتتكلم فيه بشكل مفصل. لكن هعتبر ان اللي قلناه النهارده دي مجرد مقدمه نناقشها في حلقات جايه. اروح معاك بقى للسبعيه، ايه رايك؟ اعتقد ان امبارح السيتي قدم واحد من اقوى عروضه في بطوله الشامبيونز ليج، وعبر عن نفسه وعن امكانيه انه يكون جاهز ومرشح اول لللقب. يعني مانشستر سيتي وجوارديولا في سهرة الأمس كشفوا عن وجه مغاير تماما لكل السنوات الماضية لمانشستر سيتي في دوري الأبطال. يعني ممكن كان في ناس تراهن على ان لايبزيج ممكن كان يحقق مفاجأة، قالوها لي قبل الماتش. على فكرة انت وارد جدا تطلعوا النهاردة، قلت له مين اللي يطلع ده؟ لا في وجود الريبورت دوت، لا خلاص يعني بجد انسان. انا اطلقت عليه امبارح بعد المباراة ان هو انسان آلي حقيقة بجد. يعني هالاند تحس ان هو ما بيفرحش لما بيجيب الاهداف، ما بيفرح عادي، حاسس ان هو بيعمل حاجه عاديه. يعني بص، حتى كان ليه تصريح بعد المباراه ان هو حزين ان هو خرج، لانه كان بيطمع ان هو يحرز السوبر هاتريك. مش معقول يا جماعه، يعني كان هياخد كورتين. هم بيسالوا جوارديولا بعد الماتش، انت ليه طلعته وما سبتوش يجيب الهدف السادس عشان يكون اول واحد في تاريخ الدوري الابطال يسجل 6 اهداف في مباراه واحده؟ قال لك اصله لسه صغير، لو حط الهدف السادس هيشعر بملل شديد فيما تبقى ليه من يعني مشواره. يعني بيعمل له تارجت بقى جديد. خليه لسه قدامه، خليه يفكر كده ويلعب بفاشن عشان يبقى ماشي ورا هدف انه يحقق الست اهداف. ده كان هياخد، لو كان احرز الهدف السادس كان هياخد كورتين وهو مروح، وكان هيعمل ازمه. يعني هو خد امبارح كوره وخد جائزه رجل المباراه. انا حتى قلت له، لكن امبارح الخمسه دول حققوا لي رقم قياسي او رقمين قياسيين، حطوه في الصداره على اساطير، على ميسي وعلى كيليان امبابي وعلى نيمار جونيور وعلى لعيبه كتيره جدا. لانه تعالوا نشوف الارقام كده بالظبط كده. اسرع لاعب سجل 30 هدف في اول موسم ليه اصبح ايرلينج هالاند، وتفوق في ده على طبعا المهاجم الهولندي الشهير فان نيسلروي مهاجم اليونايتد والريال، وعلى ليفاندوفسكي اسطوره البايرن وبرشلونه، وعلى ليو ميسي طبعا اسطوره برشلونه، وعلى نيمار جونيور
وسجل 25 او سجل 30 هدف في 25 مباراه. الرقم اللي بعد على طول نيسيروي سجلهم في 34 مباراه، ووصولا لنيمار سجلهم في 49 مباراه. ماكينه اهداف دي نمره واحد. نمره اثنين كمان انه اصغر لاعب يسجل 30 هدف في مشواره، هالاند في الصداره 22 سنه و236 يوم، وراه على طول كيليان امبابي 22 سنه و352 يوم، ثم ميسي، ثم راؤول جونزاليز، ثم كريم بنزيما. يعني على لا ماكينه اهدافه على مستوى الارض. عينيكم عليه انا عارف. لا هو على فكره بالمناسبه هو عنده شرط جزائي في عقده 160 مليون يورو بعد السيزون الجاي، يعني مش الموسم ده، الموسم اللي بعده عنده شرط جزائي يقدر اي فريق يكسره 160. ما اعتقدش ان السيتي هتسيبه لحد ما يوصل للموسم الجاي من غير ما تحاول تعدل البند ده، لان اي حد طبعا 160 مليون بالنسبه للانسان الالي ده ولا حاجه، ده بيكسر الارقام. يعني يمكن هو ومبابي مرشحين لتحطيم بقى كل الارقام، يعني مبابي بس ينتقل من ليفل اللعب الباريس بطموح اخر لنادي اوروبي معتاد على الفوز بالالقاب، هتلاقي مبابي برضو بينافسوا منافسه قويه جدا، لان الاثنين عندهم حاله توهج كبيره جدا لتحطيم كل الارقام وتسطير تاريخ جديد للكره العالميه. اللي جايه هالاند ومبابي بعد ميسي ورونالدو. طبعا الثنائيه هي الثنائيه الابرز، يعني هي حتى الان على مستوى الاحداث كلها هم الثنائي الابرز. امبابي بيخدمه شويه ان هو فاراتسخيليا مش وارد يدخل في اللعبه. هو كفاره، يعني كفاره لا، يعني طبعا عامل موسم مميز ولكن مش خارق، لسه ما شفناهوش خارق زيه. سوبر يعني. يعني امبابي مثلا قدر يفوز بكاس عالم وهو لسه عنده 21 سنه. الناس في نابولي بتقول لك ده خليفه مارادونا. لا هو عامل موسم استثنائي، يعني نابولي عامه كمنظومه لعب جماعيه، هنرجع بقى هنا تاني للعب فرقة الجماعي. فرقة كوره يعني الناس قال لك بعد انسيني ما يمشي وكوليبالي مشي ومش عارف مين مشي الفرقه هتقع. يعني وهنا بقى هنا انا عايز اتكلم اروح لحته تانية خالص. يعني كوليبالي مثلا على مستوى المواسم السابقه كانت اداره نابولي متمسكه بيه للغايه رغم كل العروض اللي كان بتيجي لكوليبالي من عتاولة اوروبا. بالظبط. وبمجرد ان كوليبالي رحل وقدر الفريق يدعم باسماء ما كانتش معروفه على مستوى اللي مش متابع قوي كره ايطاليه، الفريق قدر مع المدير الفني يعمل شكل ومنظومه كبيره جدا في الدوري الايطالي، حتى في دوري ابطال اوروبا. طيب هتسمح لي نقف هنا ونرجع نتكلم على ماتشين النهارده. تمام. وخصوصا طبعا الريمونتادا بتاع الريمونتادا المحتمله اللي بيتمناها المصريين عشان ابو صلاح، بس مش أيوة حاجه ثانيه. هل ممكن ولا لا ولا مستبعده؟ واذا كانت مش ممكنه هل ممكن صلاح يستفيد بمواجهه النهارده قدام الريال بشكل من الاشكال؟ خلينا نتكلم في ده مع ضيفنا، ضيف حلقتنا النهارده في سادسها بلال محسن، لكن بعد الفاصل. ماتش امبارح اللي لعبه السيتي قدام لايبزيج يدرس الحقيقه، وبعيدا عن يعني تشجيع للمان سيتي، مش بشجع السيتي عشان بحب المان سيتي يعني، ولا كنت مشجع ليه، بس انا بشجع السيتي، انا بشجع الفريق اللي بيقدم كره ممتعه، والسيتي واحد من اكتر فرق الحقيقه اللي بتقدم كره ممتعه في العالم كله. جوارديولا يمكن يكون كلمه السر، مش بس فكره النجوم اللي موجوده فيه، لكن كمان جوارديولا صانع للنجوم ومكتشف للنجوم. امبارح مباراه كنت بتكلم مع بلال في الفاصل، نموذج يدرس في الكرة الجماعية، ازاي تحس انه السيتي معاك كرة مستحوذ عليها، الملعب ده مساحات شاسعة، تحس انه مفيش اي مشكلة في الاستلام والتسلم، مفيش اي مشكلة في نقل الكرة مش لزميل واحد ظاهر اثنين وثلاثة واربعة، والعكس الصحيح، اول ما لايبزيج بياخد الكرة وبيمسك الكرة بتحس ان الملعب ده ضيق ومفهوش خرم ابرة، تلاقي الفريق عنده قدره على الانتشار والضغط وتدييل مساحات بشكل غير طبيعي، وده مش ممكن يحصل في يوم وليله، ومش ممكن يحصل في مباراه ومباراه لا، ومش ممكن يحصل بالصدفه. دي واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز السيتي في الفتره الاخيره. بالظبط. يمكن اخد من كلام حضرتك ان جوارديولا هو اللي اسس للفكر الهجومي اللي بيلعب بيه السيتي والمدرسه، لان طبعا كان بيتولى قبليه بليجريني، قدر يفوز بدوري صعب جدا لو نفتكر طبعا في دوري اوجويرو. بالظبط. ولكن جوارديولا نقل السيتي لحته تانية خالص في كره القدم بقى. يعني جوارديولا خلينا نقول رائد من رواد الكره الحديثه، يعني واحد من الناس اللي اضافوا
للفكر الهجومي او يعني ساعد بشكل كبير جدا في تطور كره القدم الهجوميه على مستوى العالم طبعا من وقت فتره برشلونه. فلا السيتي مع جوارديولا يمكن في ناس بتعيب عليه دايما، هو جوارديولا عنده تكه يعني، هو دايما كده بيخلص على نفسه بحاجه يعني، زي مباراه مثلا ريال مدريد الموسم اللي فات طلع يروح عامل تغيير مثلا او يروح عامل تركايه تخلص عليه، اما غير كده طلع كيفن دي بروين والتغيير ده يمكن قلب الماتش بشكل كبير تماما، افقد الاستحواذ للسيتي وغلطه طبعا فرناندينيو العظيمه مع جون بتاع فينيسيوس جونيور اللي رجعت الريال في المباراه فما حاجه فلا الموضوع بصراحه جوارديولا يستاهل ان الكوره تنصفه شويه على حجم اللي هو قدمها لها. يمكن نصفت ميسي في كاس العالم، احنا قلنا محتاجه تنصف ميسي ويتوج بلقب كاس العالم، نصفته. بص ممكن تنصف جوارديولا السنه دي بدوري الابطال. لو بتتكلم كوره، افضل فرقتين بيلعبوا كوره في السنه دي في الشامبيونز ليج السيتي ونابولي. مفيش فرقتين بيقدموا مستوى يرشحهم يعني، انت تتفرج على اي ماتش ليهم تحس الفرقتين دول يا جماعه ازاي ما بيكسبوش تشامبيونز ليج. لكن ما تقدرش تنكر وجود عملاق زي العملاق البافاري بايرن ميونخ، وايضا عملاق بشخصيته طبعا وتاريخه زي ريال مدريد يا سيدي. ماشي، بس هتعملوا ايه النهارده صحيح؟ لا هي مباراه خلصانه يعني، خلصانه ولا لا مش خلصانه ولا ريمونتادا ممكن؟ هي مش خلصانه، ولكن ريال مدريد انا اعتقد ان انشيلوتي هيعرف يتعامل مع المباراه. ليفربول هينزل ما عندوش غير اوبشن واحد، هو اوبشن الفوز، بيحلم بريمونتادا، خاصه ان نفس الفريق هو عمل ريمونتادا تاريخيه امام برشلونه ما حدش يقدر ينساها. فاذا الدواء في الانفيلد يعني الفيدباك الفيدباك للريمونتادا، انا اعتقد ان الكره الحديثه ما بقاش فيها ملعبي وملعبك يعني، بدليل ان ريال مدريد راح كسب ليفربول في الانفيلد 5 فليه لا، وكان خسران 2 بالظبط. دي مشكله بصراحه يعني خاصه ان سكواد برشلونه كمان، انا اعتقد ان الشكل هيتغير شويه لو شارك برشلونه، لو شارك ليفربول النهارده زي ما بنفس اللعيبه اللي لعب بيها امام مانشستر يونايتد بنفس الفكر الهجومي والتنظيم، وقدر وارد جدا يقدر يحرز هدف مبكر يربك الحسابات، وقتها يبقى في تعامل ثاني من جانب ريال مدريد. ولكن انا ثقتي في انشيلوتي ان هو هيتعامل مع المباراه وهيخرج من المباراه باللي هو عايزه، المباراه يعني بتخلص تعادل واحد هنا او هنا، لكن ريال مدريد هياخد من المباراه اللي هو عايزه، هو الصعود للدور القادم. خروج الليفر يعني من بدايه الموسم والبدايه المتعثره ليفربول، بقول انه رهانه الوحيد وامله الوحيد انه يحاول يوصل في الشامبيونز ليج. خروج ليفربول النهارده قدام الريال يصدر مشكلات او يكون ليه تاثيرات كبيره على شكل ليفربول وعلى مستقبل ليفربول اللي جاي يعني، سواء على مستوى الاجهزه الفنيه او على مستوى طموحات اللاعبين الكبار زي فان دايك، زي محمد صلاح، زي فيرمينيو اللي غالبا يعني سمع ان في كلام اليوفي يوفنتوس بيتكلم على فيرمينيو. فهو ابلغ اداره النادي رسميا ان هو الموسم ده هيبقى الموسم الاخير بالنسبه له. هو تارجت ليفربول هيختلف تماما النهارده بعد المباراه، ان هو هيبقى كل امله ان يلعب على المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم. حتى دوت صعبوا ليفربول على نفسه بالخساره الاخيره امام بورنموث، خساره غريبه جدا جت بعد سباعيه تاريخيه امام مانشستر يونايتد، الكل قال ان دي استفاقه متاخره شويه لليفربول ولكن هيرجع. فاجئ الجميع طبعا بالخساره الغريبه. فلا تارجت ليفربول هيبقى مختلف بعد النهارده يعني. نتمنى طبعا بما اننا مصريين وبنحب محمد صلاح، نتمنى ان هو يعمل مباراه كبيره، يثبت صلاح يوم بعد يوم ان هو امام الكبار كبير ولعيب عنده شخصيه يقدر يلعب في اعلى المستويات. ولكن يعني في نقطه صلاح وفان دايك والتغيير، انا بنسبه كبيره حاسس ان ما فيش اي تغيير هيحصل السنه الجايه، حاسس ان كلوب هيكمل وصلاح هيكمل وفان دايك كل النجوم، حاسس ان ليفربول هيتعاقد بس مع بعض الصفقات اللي هتدعم سكواد، ولكن العناصر الاساسيه واللي طالع عليهم مشروع ليفربول هيظلوا في الفريق لموسم اخر. نورت الدنيا يا بلال. يا استاذ احمد، وطبعا انا اللي مبسوط مع حضرتك. وفي نهايه الحلقه عايزين نقول لكل لعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي حزين، مباراة صن داونز نقطة سوداء في كارير كل لاعب شارك في المباراة. صالحوا الجمهور، رجعوا تاني الفرصة في ايدينا، خلونا نحلم معاكم تاني مع نفس الناس، مش عايزين يبقى هو ده اخر عهدنا بيكم واخر مشوار لينا معاكم ان انتوا تبقى بتودعوا البطولة بالشكل ده، لا ارجعوا تاني، انتوا لعيبة كبيرة كلكم شاركتوا في اعلى مستوى. فرجع صالحوا الجمهور ان شاء الله يوم الجمعة، ويوم الجمعة تبقى بداية العودة ان شاء الله باذن الله. ما عنديش شك ان ده هيحصل باذن الله. احساسي الكبير ان شاء الله وايماني الكبير ولاعبتنا وفرقتنا ان احنا في المواقف الصعبة بيبان معدننا، وان شاء الله باذن الله في يوم من الايام هنحتفل هنا في السادسه بتاهل النادي الاهلي ان شاء الله. وان كان هيبقى المشوار صعب، محتاج تركيز ومحتاج اخلاص ومحتاج مجهود كبير جدا عشان يتحط النادي الاهلي واسم النادي الاهلي في مكانته الطبيعيه، المكانه دايما اللي بيستحقها. بشكرك يا بلال. شكرا يا صلاح. شكرا جزيلا على وجودك معنا، وبشكركم على المتابعه، وان شاء الله كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله
يوم الجمعه اللي جايه قدام القطن، ودعوه طبعا لسهره كرويه ممتعه النهارده سواء مع ريال مدريد وليفربول او حتى للناس اللي ممكن تتفرج على كره حلوه مع نابولي. واشكركم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل في السادسه.